أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا في حلقة جديدة في حوار آخر. وموضوع اليوم طريق المستقبل. الكثير جدا من الأنظمة السياسية تضيق ذرعا بالمفكرين والكتاب والذين يحاولون رسم مساحة جديدة للتواصل بينهم وبين شعوبهم وأممهم، لكن عبر مناهج بحث دقيقة وعبر أخذ تجارب عميقة حياتية وإنسانية. كثير جدا من الأنظمة السودانية وقفت ضد هؤلاء المفكرين، منهم من اتهمهم أنهم بعملاء، ومنهم من اتهمهم أنهم يسعون لتغويض النظام. لكن واحدة من المراكز التي يعني عانت من هذه الإشكالية مركز الدراسات السودانية، وبخصوصية مدير المركز البروفيسور حيدر إبراهيم علي. حيدر إبراهيم علي أكاديمي ومفكر وباحث، وفوق كل ذلك هو مهتم جدا بالشان السوداني. تتفق أو تختلف مع الرجل، لكنه صاحب مزاج سوداني أصيل وأدب سوداني خاص. هذا اليوم في لقاء استثنائي أرحب بضيفي الدكتور البروفيسور حيدر إبراهيم علي، مدير مركز الدراسات السودانية. بروف حيدر، أهلا مرحبا بك. أهلا مرحبا، شرفت البلد يعني. شكرا جزيلا، الله يكرمك. بروف، ونحن في مدخل الحوار ثورة سبتمبر، ونحن في سبتمبر عام على هذه الثورة، يعني ديسمبر. المرور السريع لهذه الأيام، كيف تقرأ هذه الثورة؟ هذه الثورة ثورة فريدة فعلا. نعم. ليس نوع من المبالغة أو الشوفونية لأنني سوداني، ولكنها ثورة لها أبعاد متعددة، أبعاد سياسية واجتماعية وفكرية وإبداعية أيضا، تقارن أحيانا بالربيع العربي لكنها تختلف عن الربيع العربي تماما. هي أقرب إلى الثورات الكبرى، يمكن لك أن تقارنها بالثورة الفرنسية وبالثورة السوفيتية. يلا الفرق شنو عشان السبب؟ الفرق القوة الاجتماعية اللي قامت بها والاستمرارية لفترة طويلة. يعني الاستمرارية والقوة الاجتماعية بتديها دفع طابع ومحتوى مختلف عن الثورات اللي قامت في المنطقة العربية، فنفسها كان طويل. كمان قدرتها على الابتكار داخل الثورة ذاتها، الاحتصام والدولة التي أقيمت داخل الاحتصام، يعني أقيمت دولة زي الجمهوريات والكومونات، الكومونات اللي كانت بتحصل في باريس في التاريخ القديم. فكانت في كومونة ممكن نسميها كومونة أو كوميونة القيادة العامة. نعم. يعني ده شكل مختلف عما تم في المنطقة العربية. في تقديرك الآن، هل اكتملت هذه الثورة؟ أنا ما زلت أعتبر أنها ثورة ناقصة لسبب وحيد. نعم. أنه هذه الثورة يجب أن تكون ثورة دائمة ومستمرة. يعني أنجزت جزء اللي هو إسقاط النظام القديم، وتبقى مرحلة البناء. أي ثورة عندها مرحلتين، مرحلة الهدم والبناء. طبعا الهدم مرات قد يكون أسهل. هسه مرحلة البناء هنالك عقبات ومعوقات كثيرة تقف أمام هذه الثورة. الحكومة الانتقالية تتعرض لكثير من النقد ولكثير من المعوقات. والنظام البائد ممثل في الإسلامويين يعمل على أن يقلل من قيمة هذه الحكومة. أول حاجة بيخلق لها مشاكل مفتعلة كثيرة جدا في المعيشة، في المواصلات، في مجالات كثيرة. يضاف إلى ذلك أنه لم يتم اجتساس العناصر الإسلاموية داخل جهاز الدولة، وبالتالي عندهم قدرة على التعطيل. النقص جاي من هذه النقطة، أنه لا بد في هذه الحالة من إكمال عملية الهدم لكي تكون عملية البناء سهلة. لذلك هذه الثورة لا بد لها أن تكون ثورة دائمة زي ما قال تروتسكي، وثورة مستمرة، يعني تتجدد باستمرار وتكون لها مطالبة. لكن يعني بروف، واحدة من الأشياء التي أنا يعني يمكن لأول مرة أناقشها في هذا البرنامج، اللي هي أنت كلامك عن الثورة ده بالجانب السياسي، لكن أي ثورة يعني ثورة عندها قيمتها على المستوى الإنساني العالمي، كان هنالك مفكرين خلف الثورة أو في مرجعيات. يعني مثلا دخلنا موسيقى الثورة البلشفية، الناس رجعوا لكارل ماركس كعراب بعد ذاك لطريقة الثورة البلشفية. الآن إلى أي مرجعية فكرية
الفلسطيني للثورة في رأيك؟ ودي نقطة الناس لم تناقشها بعد. أنا الحقيقة أفضل أنه ما حدث أن نعتبره تدشين وبداية لعصر نهضة حقيقية في السودان. نعم. عصر نهضة شبيه بما حصل في أوروبا ويسمى بالرينيسانس اللي حصل في أوروبا، اللي هي ثورة ثقافية وفكرية واجتماعية متكاملة. مسألة عدم وجود المرجعية هو طبعا من جانب مفيد إنها ما تتحول لحركة نهضة دوغمائية، يعني تكون عندها إيمان أعمى بمرجعية معينة، وبالتالي تكون مفتوحة على عدد كبير من الأفكار، وتكون عندها القدرة على الحوار وعلى تجديد أفكارها. قبل كده كان في نقاش في العشرينات على التجديد وعدم التجديد وكذا، فبدوا بعض الأدباء يقولوا أي شيء لازم ينبني عليه شيء قديم. يعني لا يمكن أن تقول في شيء جديد بدون قديم، والمثل اللي بنقوله الفات قديم وتاه والكلام ده وكده. فسألوا حمزة الملك طنبل سؤال جيد ونقدي جدا. نعم يا سلام. قال لهم على ماذا قام خزان سنار؟ يعني ما هو القديم الذي قام عليه خزان سنار؟ بيعتبر خزان سنار كشيء حديث مرتبط بالحداثة أكثر. نعم. ما ارتكز على شيء. هو داي الحداثة في شعر السوداني حمزة الملك طنبل. أيوة. نعم. فأنا بالنسبة للثورة التي بعتقد أنه عفويتها بتديها فرصة التفتح على تيارات كثيرة، وبتديها القدرة على الحوار، خاصة وأنه العناصر الأساسية فيها هي عناصر الشباب والمرأة. يعني بعتقد هذه عناصر عندها قدرة على أنها ترتبط بالمستقبل أكثر، لأنها أكثر العناصر أو القوى الاجتماعية المضطهدة، فلذلك عندها قدرة مستقبلية أكثر. فأنا بعتقد عدم وجود مرجعية أو شخصية يمكن يرجعوا لهم أو مذهب معين أو تيار سياسي معين، هذه محمدة في هذه الثورة. أي لكن هل الشخصية السودانية الآن هي مهيئة لأن تقود الجماعية في الفعل السياسي والفعل البناء الاجتماعي؟ وده السؤال المهم طبعا، وإنتوا كأصحاب مراكز دراسات معنيين بالإجابة دي. الشخصية السودانية، وهذا برضو طبعا من الأسئلة الضرورية جدا المهمة. نعم. في أي عصر نهضة أو ثورة فيها نهضة لابد أن تهتم بأن يكون هنالك إنسان جديد ومجتمع جديد. يعني أنا الآن ما بيهمني في التغيير اللي حصل ده تكون في انتخابات مبكرة أو غير مبكرة، أو حتى ما تكون انتخابات خالص، لكن بيهمني أنه يبدأ يظهر إنسان جديد ومجتمع جديد. الإنسان الجديد اللي استطاع من خلال العمل المدني أنه يغير نظام حكم باطش. نعم. زي الحكم كان موجود، هذا إنسان جديد لابد له أن يكتشف نفسه. لذلك أنا الآن عندما أمر بالخرطوم الحقيقة يعني أساني كثير أنه عدم النظافة الموجودة. نعم. فبدأت أقول هؤلاء الشباب الذين استطاعوا أن يقضوا على النفايات السياسية ما قادرين يقضوا على النفايات الموجودة في الشوارع هذه. فأنا بعتقد ده الإنسان السوداني الجديد مطالب بأنه يشوف نفسه بصورة متكاملة وشاملة، أنه يحارب في السياسة، يحارب في الظواهر من عادات ضارة إلى آخره، نظافة مدينته، الاهتمام بالحركة بتاعت المرور. يعني هذا هو الثوري الحقيقي. يعني الثوري مش يغير نظام البشير، يعمل على تغيير الإنسان السوداني ونزع كل السلبيات الموجودة فيه. لما يعني لما قامت في السودان ثورة أكتوبر في 64 كان في كلام في إنه الثورة سرقت، في كلام إنه الثورة سرقت، ولما قامت برضو في 85 برضو جاء كلام إنه الثورة سرقت. لكن الملاحظ إنه في 64 أو 85 ما كان النظام العالمي الجديد بدأ يضع يعني اللبنات القوية في السيطرة على الثورات. يعني الآن إشكالات الثورات حتى في الربيع العربي إنه السرقة لا تتم من داخل بلدانها، ولكن من منظومة النظام العالمي الجديد. فهل كيف يمكن تحسين الثورة السودانية من الدائرة الجهنمية، ما يسمى بالمحاور، ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ما يسمى بالمأسونية مثلا؟ فالقصة دي برضها دائرة لها وقفة بروف. هو تتفق معي؟ أختلف قليلا. نعم. لأنه الخطر ما خطر خارجي.
العيب فينا القدرات الذاتية. نعم. يعني الخطر الخارجي أنا ما بديه دور كبير، لكن يكون هنالك استعداد عند الطرف الآخر لقبول هذه المؤامرة أو هذا التآمر. لو كان هنالك يعني قدرات ذاتية إيجابية ما بتستطيع أي مؤامرة تسرق سواء كانت عالمية أو غيره. يعني أنا بعتقد في هذا الجانب هنالك نماذج في العالم صمدت أمام كل ما يحدث. يعني مثلا كوريا الشمالية، الصين لحد ما، حتى إيران رغم الشمولية الموجودة فيها ودمع التعصب، لكن صمدت كثورة، صمدت كثورة. نعم. وبالتالي لم تسمح لأي نوع من التآمر الخارجي أو التأثر بحركة العولمة الموجودة في العالم. أنا هنا بعتقد أن الثورة السودانية العالم ما اهتم بها كثير وما ساند كثير لحد ما نجحت. يعني حتى الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية لم تقف مع الثورة السودانية إلى أن نجحت الثورة السودانية. فلذلك ما في خطر إنها تسرق من الخارج. استخفوا بها ولا ما حسوا إنه هذه الثورة ممكن تؤثر قوي؟ ما في جانب من الاستخفاف. نعم. وفي جانب من إنه عندهم مصالح مع النظام البائد. يعني هم رغم دعوة للديمقراطية ودعوة لحقوق الإنسان لكن بيستفيدوا من الأنظمة الاستبدادية بصورة واضحة جدا. فلذلك أنا أعتقد لا خوف إن الثورة تسرق بالذات من قوى عالمية. طيب أنا بروف ممكن تشرب مويه. يعني أنا واحدة من الأشياء المستوقفاني تذكرت النموذج الإيراني والنموذج الصيني. صحيح أي النماذج دي لما تعليها عن قريب هي تتباعد، لكن إذا أخذنا نموذج الصين، الصين واحد من أشياء الوحدة الكيان الصيني وطأة الاستعمار الإنجليزي، وهي اللي خلقت بعدك شخصية صينية قوية مؤثرة، زايدة التجربة بتاعت ماو تي سونغ بتاعت التجربة الشيوعية القوية جدا وحتى حيرة التجربة الشيوعية العالمية. إيران المرجعية الدينية الشيعية، فهل السودان عنده لبنة تخلي الثورة قوية؟ يعني ظروف مشابهة، يعني إذا أخذنا مثلا ظرف الاستعمار مثلا في الصين مثلا والظرف الشيعي الديني الروحاني، فهل السودان في لبنة تستند عليها عشان تقوي الثورة السودانية لقدام؟ مكونات الشعار اللي يبدو شعار لو فككته الحرية والسلام والعدالة، هذه نظرية سياسية متكاملة. يعني أنت بتراهن عليها؟ يمكن أن يبنى عليها، لكن تتحول من كونها نظرية لواقع، شعار لواقع. نعم. يعني يكون فعلا في احترام للحرية للعدالة تحقيق السلام بأقرب فرصة ممكنة. فهذا شعار بسيط جدا لكن يمكن له أن يتحول. قريب لي شعار المركز. أيوة. نعم. واقع. كل واقع يبحث عن المستحيل. نعم. بروف يعني أنا حافي جدا بالحوار معك بروفيسور حيدر إبراهيم علي. وقبل أيام صدر قانون حل المؤتمر الوطني كحزب سياسي، هل يجي هذا القانون لبناء حياة سياسية جديدة ولا هو بيكون مجرد قانون ربما لا يحدث شيء جديد في الواقع السياسي السوداني؟ هو طبعا إذا تسامين يعني عن المؤتمر الوطني لو كان صادقا ولو كان سودانيا ولو كان وطنيا لحل نفسه بنفسه. يعني كان يتحمل مسؤولية ما حصل ويقول نحن أخطأنا ويقدم نقد ذاتي ويقول للشعب السوداني أنا آسف على 30 سنة المضت دي. لكن هناك نوع من المكابرة والوقاحة بتحكم المؤتمر الوطني. عندهم مكابرة في عدم الاحتراف بالخطأ، وعندهم الوقاحة بأنهم يهاجموا الناس التانين. يعني ما في، أنا أعتقد ما في أي منطق نوع الكلام اللي بيقول فيه غندور ده. يعني النظام اللي كان موجود نظام اعتبر نفسه كأنه فتح حتى اسم السودان، فتح إسلامي للسودان. نعم. وبالتالي استباح البلد استباحة كاملة جدا. نعم. مع ذلك يصروا على أنهم يستمروا كحزب سياسي ويقولوا نحن ممكن ننافس سياسيا. الوضع بتاع المؤتمر الوطني زي وضع الحزب النازي في ألمانيا بعد سقوط النازية تماما. يعني زي ما هناك عملت محاكمات نورنبرغ وتمت محاكمات قاسية جدا حسب القانون، كان يجب أن تكون هنالك محاكمات زي دي
لكل رموز النظام ولكل الناس اللي فيه من 30 يونيو 89 حتى قيام الثورة. ما تقول لي مؤتمر شعبي ومؤتمر وطني، كلهم واحد على كف واحد، على كف. بالذات المؤتمر الشعبي هو الذي هندس الانقلاب، وهو الذي أسس لبيوت الأشباح، وهو الذي قام بكل هذه الأعمال. بعد 10 سنين يقول أنا ما عندي صلة بالحصار، زي الإسلاميين الوصلاء، يعني ما نقدر يقول بعد 10 سنين أنا ما عندي صلة. هو الأساس اللي أسس للحداية. يعني الناس الجوا بعد سنة 90 أو بعد المفاصلة دي، الناس بسيطين جدا، لكن العقول المدبرة واللي عملت كل هذه الرزايا على الشعب السوداني هو المؤتمر الشعبي وعضوة المجتمع الشعبي. لذلك أنا أرى ضرورة قبل ما يتطلعون للحل أن تتم محاكمة لكل من تسبب في تغويض النظام البرلماني ولبيوت الأشباح ولكل من اختلس الأموال السوداني، أموال الشعب السوداني. يعني غنوا للحل ده شيء بسيط جدا، لكن لا بد من محاكمات إيجازية وسريعة في القضايا الأساسية. الإعدامات تمت بصورة عشوائية، التطهير العرقي في دارفور، الأموال التي اختلست بالمليارات دي، بيوت الأشباح، دي كلها قضايا مش تستحق الحل. بس يعني لو السودانيين ما متسامحين كان ممكن يكون في مسألة بتاعت مشانك في الشوارع، لكن السودانيين متسامحين، وهم يستغلوا يعني بدل ما يحترموا هذا التسامح ويقولوا نحن آسفين لما حصل، العكس بيهاجموا في الثورة، ويعني بيتكلموا بوضاحة شديدة جدا عن التغيير اللي حصل في السودان. نعم بروف حيدر، يعني جون تينت رئيس وكالة المخابرات الأمريكية CIA في مذكراته بيقول إنه من أخطر الأشياء اللي تواجهت الولايات المتحدة الأمريكية منذ آخر السبعينات الإسلام السياسي. يعني بدت أول حاجة بالثورة الإيرانية، يعني لما قام الخميني بالثورة في 79 الأمريكان ما عندهم عنه أي معلومة، كان مفاجئ بالنسبة له. بعدك تطورت الأشياء لحتى ظهور بن لادن وغيره، لكن بعدك حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تخلق من الأنظمة الإسلامية يت تضرب بها بعض الجهات، وأنت تعرف يعني في أفغانستان وحتى صدر الاتحاد السوفيتي. فالآن الإسلام السياسي له وجود قوي جدا، اتفق الناس لم يختلفوا، وما يسمى بداعش والقاعدة وإلى آخره. مستقبل الإسلام السياسي الآن في السودان وفي العالم؟ أولا نبدأ من البداية، الكلام اللي قاله جون تينت، جون تينت بتاع CIA، نعم، ده يدل على نفاق الأمريكان. الأمريكان استفادوا من الأخوان المسلمين تماما في فترة الحرب الباردة خالص، يعني طوال الحرب الباردة كان عندهم عدو مشترك هو الشيوعية. فلذلك تعاملوا مع حركات الأخوان المسلمين بصورة استفادوا منها تماما. حتى الأخوان المسلمين في مصر لما ضربهم عبد الناصر مشوا ناس سعيد رمضان قعدوا في جنيف عبروا إلى المسلمون ولحقوهم ناس عثمان خالد والجماعة دي هنا في قلب أوروبا الغربية في سويسرا. فلذلك أنا بعتقد نوع من النفاق، وفي عدد كبير منهم مشى الولايات المتحدة. يعني حتى كثيرين من اللي كانوا في نظام الإنغاز خاصة اللي جايبين شهادات في الإعلام وفي السياسة دي قروا في أمريكا وبيحملوا جوازات سفر أمريكية. فلذلك الأمريكان في جانب ده في نفاق واضح جدا. الخط الفاصل كان بالثورة الإيرانية، في أنه ظهرت ثورة إسلامية أو قام بها مسلمون تقيف ضد أمريكا، ده الخط الفاصل. لكن الثورة الإيرانية برضو نحن مرات بنسطح تحليلها، الثورة الإيرانية ليس ثورة إسلامية ولا ثورة دينية. حزب تودا الشيوعي الإيراني كان له دور كبير جدا في نجاح الثورة، وهو اللي عمل الإضراب بتاع عمال البترول اللي كان سبب في سقوط الشهيرة محمد رضا بهلوي. أيوة نعم، ده الإضراب بتاع عمال البترول ده عمله الشيوعيين أو حزب تودا في إيران، كان لهم دور كبير جدا. هو الهيئة الجماهيرية تستقبل طائرة الخميني تمام، وكان في نوع من التحالف بين الخميني وبين الحزب، بين الحزب الشيوعي حزب تودا، ولكن جو انقلبوا عليه وعلى كل الناس الثانيين. يعني حتى الإصلاحيين داخل الحركة الإسلامية في 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 إيران انقلب عليهم الخميني وأتباعه. نعم، وفي شخصيات زي ناس عن الشريعة والجماعة ديل كان لهم تأثير قوي جدا في الثورة
ولكن الثورة أكلت بنيها زي ما بيقولوا. نعم. وعراب الفكر الثوري في إيران عن شريعته. وعراب الفكر السياسي الإسلامي بشكل عام يعني. حتى أغلب الإصلاحيين يعني حتى محمد خاتمي. نعم. عنده آراء متحررة أكثر. أحمد النجادي كان يساري على فكرة. أحمد النجادي كان يساري. نعم. الحاجة اللي عايز أقوله في الجزء الآخر من سؤالك مستقبل الإسلام السياسي. نعم. أنا ما بعتقد أن الإسلام السياسي عنده مستقبل. الإسلام السياسي ما اعتمد على فكر، يعني ما قدموا نظرية سياسية وما طوروا في الفكر السياسي الإسلامي. يعني موقفه من الديمقراطية كان موقف غامض، يعني لما يحلوها بيقولوا الديمقراطية هي الشورى. لا، الديمقراطية ما الشورى، الديمقراطية هي الديمقراطية والشورى هي الشورى. يعني المصطلحات دي ما جاءت عشوائيا، المصطلحات دي هي تعبير عن واقع محدد. الشورى ليست الديمقراطية. كيف؟ الشورى انك ممكن تستشير الناس وتخالفهم لما يجي القرار، ويتوكل الخليفة ولا يشاورهم، ولكن في الاخر يعزم ويتوكل وممكن يعمل كلام غير اللي قالوه له، فدي ليست الديمقراطية. لكن ده المنهج القرآني ولا منهج الخلافة بعد ذاك؟ ما نحن حق برضو نفصل ما بين المنهج القرآني وما جاء بعض الخلفاء. يعني في بعض الخلفاء المسلمين ومراء المؤمنين قتلوا يعني وضد الدين. لكن انا كمان عايز برضو نفهم نقطة معينة. نعم. يعني الان في نقاش كثير يقول لك ده الاسلام الصحيح وده ما الاسلام الصحيح. من اللي بيقرر انه ده اسلام صحيح وده ما اسلام صحيح؟ دي طبعا معادلة صعبة جدا انا يعني نصل فيها لشيء. انا بسألك السؤال بصورة معكوسة، لماذا ظل الاستبداد سائدا طوال فترات الحكم الإسلامي أكثر من الشورى مثلا؟ الاستبداد فتراته أكثر من الشورى. التطور ده حصل بصورة العكسية دي ليه؟ لأنه الفكر السياسي الإسلامي من البداية من زمن الخلفاء الراشدين لم يحدد مواقف معينة من مسألة مشاركة الشعب أو مشاركة العامة في اتخاذ القرار السياسي. الفقه الإسلامي ما فيه أي يعني محاولات لتقديم فكر سياسي خاص بمسألة الحكم والإدارة. رغم أنه الفقه يتحدث عن كل شيء، يتحدث عن أنك تدخل بيت الأدب كيف تقدم رجلك اليمين، لكن ما ورانا شيء عن التداول السلمي للسلطة. ما في حد كتب عن الكلام ده، يعني حتى الناس اللي كتبوا في السياسة كانوا هم وعاظ للسلطان أكثر. يعني الماوردي بيتحدث عنه على الحاكم أن يفعل كذا وكذا وكذا، لكن ما ورانا ابدا لو الناس ضاغوا زرعا بهذا الحاكم كيف يستطيعون التخلص منه. فلذلك ما تقدم فكر سياسي اسلامي طوال التاريخ الاسلامي. نعم. هي طبعا هنا في اصطدام بالخروج عن الحاكم، في اصطدام مهم جدا. عشان كده ابن الاثير في كتابه عنده عباره مهمه، يعني قال انه كان الحكام والخلفاء ما يفعلونه يفعله العامة. من يهتم بالطعام، سيشم عبد الملك يتحدث الناس عن حوال الطعام، ومن يهتم ب ب ب ب ب بشؤون السياسة يتحدث عن شؤون السياسة كمعاوية. لكن عند عمر بن عبد العزيز اهتم بالقرآن فاهتم الناس بالقرآن فصار سلوكهم قرآني. ده أورد ابن الأثير في كتابه الكامل. أنا سعيد جدا بالحوار معك، لكن استأذنك في فاصل. تابعونا أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل ما زلت في حضرة ضيفي البروفيسور حيدر إبراهيم علي، فكونوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين في حوار آخر وضيفي البروفيسور حيدر إبراهيم علي مدير مركز الدراسات السودانية. بروف حيدر، نحن قبل الفاصل كنا نتكلم عن مستقبل الإسلام السياسي في السودان، فكيف طار الآن بعد زوال نظام الإنغاز؟ أنا لا رأي مستقبل للإسلام السياسي في السودان، لأنه أصلا لم يقدم فكرا. الإسلام السياسي في السودان اعتمد مثل الصهاينة على المال والإعلام ولم يقدم فكرا. يعني الفكر بالنسبة للإسلام السياسي في السودان اعتمد على الشيخ حسن فقط، واعتبر كأنه الفكر والتفكير هو فرض كفاية إذا قام به البعض صغار عن الباقين، وخلوا التفكير لشيخ حسن لوحده انه يفكر من نيابة عنه. لذلك لو شفت المنتوج الفكري مش السياسي ضعيف، المنتوج الفكري لاصحاب او
قادة الإسلام السياسي في السودان ضعيف جدا. نعم. فلذلك ليس له الاجتهاد دكتور حسن ترى بعض الاجتهادات الضعيفة، لكن في نقطة مهمة حقنا نناقشها اللي هو الآن ما عادت الحركة الإسلامية السودانية اللي هي عرابة دكتور حسن الترابي هي الموجودة في الساحة، لكن في تيارات تانية دينية موجودة خاصة بعد الثورة ظهرت تيارات سلفية وتيارات تكفيرية وغير ذلك، فهل يعني الناس تغض الطرف عن هذه التيارات؟ برضه عندنا وجود عندنا قواعد عندنا جماهير، لكن هل كلها تدرج في الإسلام السياسي؟ انت بتسميها شنو انت؟ ما عارف تسميتك لاشنو؟ دي مدارس دينية مختلفة، لكن هي تسعى لدخول العالم السياسي، دخول باب السياسة. عند أي حزب ديني يحاول أن يدخل للسياسة أو يصل للسلطة عن طريق الدين ممكن تعتبره في الإسلام السياسي. نعم. لكن لما مثلا يكون في سلفيين أو حزب تحرير أو غيره ويتحدث عن أنه هو مهتم بالدين أكثر من يعني ما مهتم، أو حتى الطرق الصوفية الموجودة هنا لما ما يكون رابط بمسألة الدين والسلطة ما إسلام سياسي. إسلام سياسي دي جاية بارتباط التفكير أو العمل بين السلطة والدين ويستغل الدين للوصول إلى السلطة. يعني أنا لذلك لما أعيد التسميات بتاعت مسلم وإسلامي وإسلاموي قصدي الجانب ده إنه الموجود ده كله ما أحزاب ممكن تقول هي تابعة للإسلام السياسي. نعم. طيب بروف حيدر أنا هرجعك شوية ورا، يعني في 66 استغل الإسلاميون حادثة اللي هي الشهيرة في معهد المعلمات المعلمين والمحاضرة واللي دخل فيها شوقي ملاسي محمد علي واللي تم بعد ذاك استقطاب الشارع العام والعامة ومطلق عليه عبد الخالق محجوب عنف البادية وقاموا بحل حزب الشيوعي. الآن التاريخ يعيد نفسه، ده كان صراع أيديولوجي فكري بين الإسلاميين واليساريين في فترة من الفترات، الآن عاد الصراع بقوة بسبب علمانية الدولة الشعار المطروح الآن، فهل ترى أنه هذا الصراع سيتأجج من جديد؟ هل ستعود من جديد أو سيعود عنف البادية؟ هو ده صراع مفتعل تماما. يعني الآن بيحاول بعض الأفراد في الإسلام السياسي أنه يربطوا بين الحكومة الانتقالية وبين التغيير اللي حصل ده واليسار. يعني أنا أمس لقيت في خبر في واحدة من الصحف غندور بيطالب الجيش أيوة من أنه يحميه الصفوف قال يحميهم من اليسار، في واحدة من الصحف هو قال يحميهم من اليسار ولا قال ما يتدخلوا يحميهم من اليسار على سنه محتبر انه الحكومه دي حكومه يسار وحكومه علمانيين وهي تقف ضد الاسلاميين. فبالتالي هو بيستنصر بالجيش في انه في مجلس السياده وفي المجالات المختلفه يقف ضد التيار اليساري اللي عايز يكتسح. فهذه واحده من المؤامرات الساذجه وخبيثه جدا انه عايزين يعتبروا الحصل ده كله قام به اليسار وقاموا به الشيوعيين والعلمانيين. يعني هسه لو لاحظت ما بيقولوا الحكومة الانتقالية، بيقولوا حكومة حمدوك على أساس أنه يحصروا الحصر ده كله في شخصية واحدة اللي هي حمدوك وكأنه الشارع ما عنده صلة بها وبالتالي يوجهوا سهامهم لحمدوك لوحده باعتبار أنه حمدوك بطريقة أخرى جابوا الشيوعيين واليساريين. نعم. فده ما يعني ما فيه. أنا حضرت الحادث بتاع معهد المعلمين الوقت ده، كنت موجود كنت حضرته، كانت بتجي سعاد الفاتح بصورة منتظمة مركزين هم الأخوان المسلمين على معهد المعلمين وعلى المعلمين عموما. ولذلك جو أساتذة كثيرين عندهم اتجاهات إسلامية في معهد المعلمين، منهم المرحوم مندور المهدي والمرحوم برات غير الناس التانيين، الناس محمد إدريس والجماعة ديل، فقاموا ركزوا على معهد المعلمين على أساس أنه يتخرجوا معلمين إسلاميين وأخوان مسلمين وبالتالي يأثروا على الجيل الجاي. فكان في تركيز واضح جدا على معهد المعلمين. يوم هذا الحادث كان سعاد الفاتح بتجي بصورة منتظمة تقدم محاضرات، كان بيجيبها على عبد الله يعقوب اللي هو تزوج واحدة من الطالبات حكمة حسن سيد أحمد. نعم. فكانوا وعلى سكان معلم
علي نفسه كان معلم. نعم. فلذلك كان واضح تركيزهم على أحد المعلمين بالطريقة دي. سعاد الفاتح كعادته كانت استفزازية جدا. فبدأت تتكلم بصورة استفزازية، وقام هذا الشاب المتهور قال الكلام اللي قاله، واستفزت سعاد الفاتح إلى أن جرته أن يقول الكلام ده. هنا أنا عامل المسألة مضحكة. أنت لما يستفز شعورك الديني مفروض يكون عندك رد فعل في نفس اللحظة، يعني انت استفزت شعوري الديني أجدعك بالجزازة دي ولا أضربك بسكين، انفعل مباشرة. لكن أقعد لحد بكرة يوم الجمعة حتى يصير رد الفعل بعد بتاعي بعد الصلاة. أيوة. ومش طوال اللي بيت أسهري من هناك. نعم. لأنه أسهري كان عنده عداء أعمق منهم للشيوعيين. نعم. كان عبد الله عبيد عنده عمود اسمه من طرف الشارع. كله الله يرحمه. نوع من السخرية والتنكيد على أسهري. فطوالي مشوا لبيت أسهري عشان يستغلوا الجانب ده في أسهري. وأسهري قال لهم نحن خلاص كان مهيأ. كان مهيأ. بروف يعني أنا عشان ما مع حوار ما يمشي مني أنا ولا تحتاج لحلقات. لكن في بعض القضايا انت اهتميت جدا في المركز تكتب عنها، اللي هي مثلا قضيه الهويه السودانيه، والان نحن احوج لمفهوم الهويه السودانيه. هل الهويه السودانيه هي واحده من الممسكات التي تقود المرحله القادمه، ولا التنظير عليها يعني لا يساوي حبر الذي تكتب به؟ انا ما زالت الهويه بعتبرها نوع من الاوهام. انا بفضل مساله الشخصيه الاساسيه في علم الاجتماع، في حاجه اسمها الشخصيه الاساسيه. نعم. يعني في سمات بتلقاها عند أغاثي مشترك أعظم عند شعب معين. فالشخصية الأساسية مفهوم أكثر علمية من الهوية. الهوية لأنه كأنك بتتصور أنه في جوهر معين كده موزع على كل السودانيين، يطلعوا منه على كل السودانيين. نعم. موزع عليهم. نعم. وده لا وجود له، ده وهم كبير جدا. لكن هنالك شكل من أشكال الشخصية الأساسية، وبالتالي في هذه الحالة يبقى الجدل نحن عرب أما فارغة ما عنده أي معنى. لأنه لو مشينا بعد من كده فرضنا أنه ثبت أننا عرب، ما هي الإضافة التي ستحصل للسؤال؟ أو فارغة ماذا بعد ذلك؟ آه. يعني ما هي الوظيفة التي تقوم بها مسألة تحديد الهوية؟ لذلك أنا بعتقد دي واحد من الأوهام اللي بتضيع وقت كبير جدا، والناس لن يصلوا فيها إلى نتيجة. وبعدين في شعوب كثيرة مختلطة وهجين ما قاعد تسأل السؤال ده. يعني في سويسرا مثلا ما أظن في سويسرا بيقول نحن شنو، كندا مثلا. نعم. فلذلك هذا سؤال وهمي جدا. وسؤال ما عنده إجابة. لذلك أنا أرى أنه ما يضيع في وقت كبير. لو أصل الناس عايزين تبحث عن حاجة تبحث عن ما هو مشترك بين السودانيين سواء كانوا حلفاويين ولا بتدور إعادة تجربة الاتحاد الأوروبي. لا مش إعادة بالاتحاد الأوروبي. أنا بعتقد أنه الاهتمام بمسألة الشخصية زي ما بنقول مثلا اليابانيين محبين للعمل، دي ما قاسم مشترك، دي ما بنقول عليها هوية، دي بنقول عليها شخصية سمات مشترك أساسية. أنا عايز تكون في حاجة زي دي بالنسبة للسودان. بنقول مثلا السودانيين منتجين أو السودانيين نشيطين، ده يكون شخصية أساسية. لكن مسألة الهوية ما بتوصل لأي شيء. هل الأحزاب السودانية دي يعني لما تعايل الأحزاب السودانية دفعات عن ضعفها، إشكالات الموجودة، ديكتاتوريات، أنا حريص على الديكتاتورية داخل الأحزاب. دائما بيقوموا يقول لك والله نحن في سجن الشمولية، بل ممكن تبشي لأنه هل في وجود الأحزاب حقيقية في السودان بمفهوم الحزب الشكل المعروف عالمين؟ هو ده السؤال الحقيقي. يعني هل هذه الأحزاب هي أحزاب حقيقية؟ يعني أنا دائما يا بروف مهتم بالقصة دي، هل في أحزاب حقيقية في السودان؟ هي أول حاجة نشأت الأحزاب كانت نشأة ما قايمة على فكر، يعني جزء بيدعو للاستقلال وجزء يدعو لوحدة وادي النيل. نعم. أو للاتحاد. هذا ما فكر، عاطفة. أيوة دي مواقف عاطفية سياسية عابرة. لكن في قضايا أبدا لم يتطرق لها الأحزاب الكبرى بالذات أو الحزبين الكبيرين، اللي هي مسألة الوحدة الوطنية والتنمية. نعم. ما بتجد لها وجود في برامجه. يعني حتى مسألة التنمية طبعا من المفارغات انه الأحزاب دي حكمت من سنة 56، لكن أول مرة يكون في وزير للتخطيط الاقتصادي عمله جعفر نميري بعد 69.
ما في، شوف الوزارات دي استوعبت، ما في وزارة اقتصاد، ما في وزارة تخطيط اقتصادي خالص. فلذلك مسألة التنمية بالنسبة له ليست قضية أساسية، ما في وزير، ليست قضية أساسية. لذلك ما نسميه الآن التهميش، تسأل عن الأحزاب التقليدية الطائفية هي التي همشت المناطق دي، لأن دائرها تفضل هكذا دوائر مغلقة، يعني ما عن جهل، عن قصد، عن قصد. ولذلك أنا بعتقد أنه لابد من قانون انتخابات جديد يقوم على التمثيل النسبي والقوائم وليس الدوائر الجغرافية. الدوائر الجغرافية الشغالين بها دي اللي اشتغل بها الاستعمار في الجمعية التشريعية نفسها. الدوائر الجغرافية هي دوائر قبلية، يعني لما تجي من ناحية جغرافية تلقى الدائرة دي ما مقسمة حسب الجغرافيا، مقسمة حسب القبيلة، والقبيلة هنا بقت جغرافيا، دار حمر، دار كبابيش، دار كذا، دار كذا. فلذلك هذا تقسيم قبلي ضد مسألة الوحدة الوطنية، لكن الأحزاب التقليدية مصرة على هذا الشكل من الدوائر الجغرافية. فالمرحلة القادمة أنا بعتقد بتحتاج لقانون انتخابات جديد وقانون أحزاب جديد لحماية وجودها، بس تحتاج، لأنه لو أردنا فعلا أن نحد من نفوذ الأحزاب الطائفية والتقليدية، ولابد لها فعلا أن يعاد تزييلها من جديد. نعم. وتكون في شروط واضحة، إنه الحزب لابد أن تكون عنده انتخابات لقيادته كل 4 سنين، ولابد أن تكون عنده على الأقل عضوية بتاعت 50,000 يسجلوهم يقدموهم لمسجل الأحزاب، ولابد أن تكون له جريدة وحتى مركز دراسات وبرنامج يتجدد. أيوه، ما البرنامج بيظهر في نعم. طيب، يعني واحدة من الأشياء المهمة جدا الآن الكلام عن علمانية الدولة، وانت برضك في كتاباتك بتدعو للعلمانية، لكن للعلمنة، يعني انا ما انا داير عشان المشاهد ربما انا اكون قرات لك جيدا، لكن داير برضو المشاهد يطلع على دي فرصه كويسه يطلع على انت فاصل العلمنة بين العلمانية. العلمنة هي عملية او صيرورة اجتماعية يعيش كل واحد، حتى احد بالحي يوسف. انت ما بتلغي فيها الدين؟ ما هي دي طريقة بتاعت حياة وطريقة سلوك، ما بتلغي الدين. يعني نقطة مهمة عشان 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 الناس ما في الديانات الدينية ما يقولوا الله يا اخي ليلى ليلى ظروف حيدر ابراهيم ما دارين دين. العلمانية ايديولوجية، والعلمنة سيرورة اجتماعية بيعيشوها الناس. حتى العلمنة كايديولوجية ما بتلغي الدين، لأنه في حاجة اسمها علم. أنا مهتم جدا بمسألة المصطلحات، إنه في حاجة اسمها علمانية وفي حاجة اسمها إلحاد. العلمانية غير الإلحاد، ولا كانوا سموها إلحاد. ليه مثلا التسمية دي؟ التسمية ليست عشوائية، التسمية بتعني معاني ومضامين محددة. العلمانية هي العلمانية والإلحاد هو الإلحاد، زي ما قلت لك الديمقراطية والشورى. في العلمانية ليس هنالك إلغاء للدين، لكن طبعا في كثير من السياسيين بيقوم يحاول يشيطن ويعمل عملية تدليس لمفهوم العلمانية، لأنه مستفيد من استغلال الدين في السياسة. والعكس برضو، يعني برضو في علمانيين برضو بشيطنوا الدين، وده برضو أدى إلحاد مجموعة من الشباب يا بروف في السودان الآن. يعني نفس الكلام، إشكال المصطلح. أنا متفق معك في إشكال المصطلح، لكن بتفق معك في الشيطنة بين جانبين. الإلحاد اللي حصل بالنسبة لبعض الشباب، الشباب نعم، ده سبب الحكم الإسلامي وليس سبب العلمانية. لأنه لما يقولوا الإسلام بدأ بيحكم كده، نحن ما عايزين إسلام. ديل بيقوم هنا، ده السبب من العلمانيين، السبب الإسلاميين ذاته. الإسلاميين هم سبب في إلحاد كثير من الشباب. أرجع لك مرة أخرى مسألة العلمانية. العلمانية تعريفها سهل جدا. في بعض السياسيين يقول لك العلمانية طرد الدين من الحياة العامة. هذا يستحيل أنك تطرد الدين من الحياة العامة. العلمانية هي ببساطة حيادة الدولة تجاه الدين، يعني الدولة تكون محايدة تجاه الدين. بمعنى يعني ما تقول في الدستور بتاعك الدين الرسمي للدولة كذا، الدولة ما عندها دين. يعني الدولة لا تصلي ولا تصوم ولا تذهب إلى الحج. أنا بقول عماد الدين الإسلام، لكن ما بقدر أقول الدولة دين الإسلام في الدستور. بعدين ذات خطورتها في ناس غير مسلمين جوا الدولة دي، لما تقول الدولة أسقطت حق المواطنة. عشان كده لما تتكلم عن العلمانية كأنك بتتكلم عن حق المواطنة
والدولة المدنية أكثر من أنك بتكلم عن العلمانية بمعنى صدامه مع الدين. الدولة المدنية في خلافة عمر بن الخطاب كانت موجودة لكن كان بناء الدين. يعني عمر بن الخطاب ده باعتباره ابن خلدون صنفه كده. انت زور من عرابية في العصر العشرين علم الاجتماع ابن خلدون صنف انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كامل الذين بنوا الدولة المدنية الحديثة. لكن كيف تم اختيار لكن بمنهجية دينية. كيف تم اختيار عمر بن الخطاب؟ طريقة اختياره كان كيف؟ دي قصة أخرى. لكن يتكلم عن منهج في بناء الدولة الإسلامية كان منهج مدني. وين مدنيته موجودة في شنو مثلا؟ مدنيته موجودة في الدواوين، مدنيته موجودة في الخراج، مدنيته موجودة في تعامله مع علاقات الدولية نفسها. دي بالمناسبة كلها مكونات غير إسلامية. الدواوين ما إسلامي موجود. أي لكن هو أخذ مرجعيات. هي دي المدنية اللي حقنا نتفق على الآن. أنت ما لا يضير أنك تأتي بالآخر تستفيد من تجربته. لكن بالنسق الإسلامي يعني أنا ناس ما مختلف معك، أنا متفق معك في صيرورة الشخصية دي ذاتها. لكن إذا كانت الشخصية دي ما خلت الدين مرجعية يبقى إشكال كبير. ما لأنه هنا ما في مرجعية دينية تعمل بها الدواوين. يعني ما في ما 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 ظهر بطريقة واضحة كده إنه في الإسلام الدواوين تتعامل كمنتوج إسلامي. عشان كده هو بيتأثر بالخارج. ما هو هسه هنا ده لو قمت قلت كلام هسه الإسلامي بيقول لك دي أفكار مستوردة طوالي بيقفلوا لك الباب. لذلك هنا أنت لو تحدثت عن العلمانية بمعنى حياد الدولة عن الدين، أنا قبل كنا قبل اللقاء والحوار ده ضربت لك مثل بأنه مسألة إدخال الدين في السياسة مضيرة بالدين. وقلت لك مثلا شوف في إيران لما يقفوا ضد حسين نصر الله لو الناس بدوا يهتفوا يقول حزب الله يسقط حزب الله. هنا دخلوا الله وحزبه في الصراع السياسي. وبالتالي أنا في رأيي العلمانية فيها تقديس للمقدس. وبالتالي تفضل السياسة سياسة بكل ألاعيب ومناورات وغيره واسمح المقدس في مكان آخر. يعني أنا بدار إنك في النهاية ما بترفض الدين. أرفضه ليه؟ تمام. طيب بروف نحن يعني فضل زي أقل من 10 دقائق أنا حريص عليه حاجة مهمة جدا. لما تقوم الثورات في السودان والثورتان حرجع عليك لنقطة بإذننا شاركنا فيها اللي هي أي ثورة لابد من مفكرين ومنظرين ومثقفين. يعني ما بالضرورة مفكرين مثلا على مستوى التفكير يعني زي ما احنا بنصف عبد الخالق محجوب حسن الترابي مثلا محمد ابو قاسم حكيم، لكن في مثقفين في كتاب امثالك يعني ديل السياسيين بيبعدوهم تماما ممكن يستخدمون في لحظه من اللحظات. يعني والله مثلا مقوله مثلا بروفيسور حيدر ابراهيم كشعار للثوره في لحظه من اللحظات بروفيسور عبد الله علي ابراهيم، لكن بما ان تتمكن الثوره يبقى تحولها المثقفين. هو طبعا فدي خطوره شديده جدا. طبعا هم السياسيين التقليديين او الطائفيين عندهم موقف من الثقافه. يعني عندما تجي كلمه الثقافه بتحسسوا مسدسات بصوره واضحه جدا. لذلك حصل نوع من دائما بيكون في صراع انه الناس اللي بيبدوا يفكروا داخل الاحزاب بطريقه واخرى يعتبروهم مشاقين. ما بيعتبروا زي ما قال دور سعيد بيفتكروا انه المثقف دائما بحاله بتاعت هياج ثوري لا العجب والعجب للصيام فيري زي ما بنقول احنا في المقوله الشعبيه يعني. وطبعا المثقف لابد له ان يكون تشككي دائما. ايوه يعني الديكارتي دي لازم تكون موجوده لازم انا ولا ما بيقدر ينقد الواقع الموجود حواليه. يعني المثقف يفترض فيه دائما ان يفسر الواقع ويغيره. نعم. لكن لما يبدا يفسر لو عايز يغيره لازم يغيره بادوات مختلفه غير الامر الواقع الموجود. يعني هسه مثلا مركز الاشعاعات الثقافي كان حاضر في الثوره، انت بتفتكر انها ممكن تكون موجوده لقدام ودور شنو؟ مفروض كده. يعني انا بفتكر انه منظمات المجتمع المدني يجب ان يكون لها دور مختلف في المرحله القادمه. يعني طبعا كان التركيز كله على مساله حقوق الانسان والتعذيب والتطهير العرقي في دارفور وكذا. دي مرحله جديده بتاعت البناء دي لابد لها ان تركز بصوره واضحه جدا على بناء الانسان السوداني او بناء البشر. دي نقطة مهمة والله. على انه انا ملاحظ يا بروف انه الناس برضه زي بتاخذ في زمن طويل في الكلام الفايد هو الانسان و الى اخره، حق الناس تمشي لقدام اكثر مش يعني تبني حقوق الانسان بشكل جديد ما تتباكى على الماضي. زي ما قبل تذكرت النقطة اللطيفة بتاعت حمزة الملك طنبل
يعني الان احنا ما زلنا 6 شهور بنتكلم عن 9 بيوت الاشباح وخلاص انتهت، حقنا نفكر في انه كيف نبني هو انسان جديد بشكل مختلف. ومنظمه المجتمع المدني في المجتمعات المتطوره في الغرب وغيره عندها مهام كثيره جدا، منها بتشارك الدوله ذاتها في عمليه التنميه نفسها. لكن الحصل ده نوع من النقد الذاتي لمنظمات المجتمع المدني. انا دائما بغير بيت الشعر بقول كلما انبت الزمان غناة ركب المرء ركب السوداني في الغناء بسنانه. يعني منظمه المجتمع المدني عندها وظائف معينه وعندها اهداف وغايات معينه، فركب لها السوداني حاجات كثيره اضافيه. ظروفنا يعني يؤسفني انه لما تمشي الوزارات ما بتلقى مراكز بحوث خاصه بالوزاره. هي دي طبعا مشكله اساسيه في الشخصيه السودانيه. هو طبعا مساله التوثيق والقراءه والكتابه والتطوير هاي بيحتاج له فعلا لمثقفين من نوع خاص. يعني الحياه الاجتماعيه في السودان ما بتسمح انه المثقف يكون متفرغ للكتابه والقراءه بالصوره الموجوده في اوروبا. يعني الاشياء الاجتماعيه من العزاء لعقد القران لغيره بيستهلك وقت كبير جدا. الاشياء الاجتماعيه دي من وقته. بعدين المثقف بيكون مهتم بانه انا مثلا لما مشيت العزاء ده الناس يقولوا عني شنو. يعني بدل ما يفكر كمثقف يقول انه بدل ما يكون في بيت عزاء 3 ايام ليه ما يكون في دور للمناسبات؟ نعم يناقش دور المناسبات دي، يمشوا الناس يشيلوا الفاتحه يشربوا لهم كوبايه شاي ويمشوا. زي التجربه المصريه مثلا. نعم. مصر وكثير من البلدان العربيه. بروف انتو فضل دقيقه ونص، يعني مراكز البحوث والدراسات دائما مورد اتهام بالعماله. بس يقول لك والله يا حيدر ابراهيم نعمل اليوم 200 اصدار يقول ما اديني قروش دافع له. هما طبعا لازم يكون في مسألة بتاع الديفنس ميكانيزم زي ما بيقولوا. نعم. ميكانيزمات الدفاع. نعم. لأنه بدأت المراكز دي تقوم بدور. وبعدين الآن لو أصلنا للمسألة دي الإسلاميين التهامًا بيقولوا ده أكثر ناس قبضوا فلوس من الخارج هم الإسلاميين. يعني السعودية وقطر ضخت في الإسلاميين دي، فلذلك هم آخر من يتكلموا عن عمالة. طب أنت أنا آخر نقطة، أنت بتخاف الآن على الثورة السودانية من شنو؟ من التشرذم والانقسامات. شايف انه القصه دي قريبه انها تتشرذم؟ في تشرذم بدا يظهر. يعني في كثير جدا من الفصائل من القوى السياسيه اللي المفروض تكون داعمه للثوره بدات تختلف، تلقاها تختلف، وبالتالي تلقى نفسها بقت قريبه للاخوان المسلمين او قريبه للنظام البائد رغم انها طوال عمرها كانت ضده. فلذلك انا بعتقد مساله الشرذمه دي يعني مضره ومساله الانقسامات. أنا مرة تكلمت عن هيئة تكون مهمتها المناصحة والمناصرة. يعني تنصح تنقد ولكن في نفس الوقت تناصر. نعم. يعني دي مش أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. دي مسألة تقول لي أخاك أنت غلطان في كده. أنت يا الوزير الفلاني دي ثغرة، سد الثغرة دي. ده ما دور البرلمان؟ لحد ما يجي البرلمان. لحد ما يجي البرلمان. لكن هسه في الفترة دي دي مهام المنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية إنها تنقد ولكن تقدم البديل. بس أهم حاجة الناس تثق فيها، يعني عشان ما تشيطنها وما تخليها عندها أغراض تانية زي ما حصل لمركز الدراسات السوداني. والسلطة ذاتها تسمع الكلام. نعم بالضرورة. يعني الآن الناس اللي عايزين ينصحوا لابد أن يجدوا أذن صاغية ويجدوا استجابه من الوزير او من مجلس السياده. انا شاكر لك جدا، كتر خيرك. شكرا لك. واتمنى يكون الحوار كان مثمر معك. جميل جدا بالنسبه لي. الله يكرمك. وانا والله حقيقه يعني افتكر انه كل نقطه انا اثرتها داير لها ساعتين ثلاثه، لكن بوعدي بحوار قادم باذن الله. انا اشكرك لاتاحه هذه الفرصه، وكويس انه الاعلام السوداني بدا يتيح فرص للحوار وللنقاش. فهذه برضه من الثمار الثوره، انه الناس يكونوا قادرين على النقاش والحوار بصوره جيده وقبول الاخر المختلف. نعم. يعني دي واحده من الثمار الحقيقيه. الله يكرمك يا بروف، كتر خيرك كتير. اذا عزيزي المشاهد الكريم، دي كان حلقتنا مع البروفيسور دكتور حيدر ابراهيم علي مدير مركز الدراسات السودانيه في حوار اخر. في الختام هذه عاطر تحياتي وتحيا الفريق العامل. السلام عليكم ورحمه الله.